السلام عليكم خوتي، لقيت دابا نزار نايت داير واحد ستوري، قال لهم علاش عماد ما تمسحش، علاش عماد مسحتي الفيديوهات؟ واش خفتي؟ لا انا ماشي خفت، انا بغيت نبعد من الهضره ديال بنادم، وبغيت نبعد من الانتقادات ونسمع الناس اللي قالوا لي خليك في المحتوى ديالك ولا ما تقدر الفيديوهات وداكشي. صافي انا سمعت الهضره وحيدتهم. اما بالنسبه لان طلع الاعتذار، انا ما درت شي حاجه خايبه، انت اللي كنتي تتمثل وانت اللي كنتي، انا ما كذبش ملي قلت لك كنتي كتمثل كتمثل، لانك الناس اللي مطورين راه كيبان لهم بالله صاحبي راه فيك جوج شخصيات صاحبي، راه فيك انفصام في الشخصيه. واصلا انا ما تنفهمكش، بنادم تيقول لي كي كيجيك نزار انت اللي كنتي مع شرماع، تنقول لي انا براسي ما فهمتوش. السيد راه فليبي، كتبقى دير شخصيه في الواقع وشخصيه، المهم داكشي مخربق. كتقد انا ماشي كنت تضرب فيك اصاحبي، وكتغلط في الفيديو تقول هنعاودو. بغيت نوضح لي واحد الامر، انني راه ماشي خايف، انا بغيت الثقه، وانا تعلمت الدرس من الحياه انني ما بقاش تخشى شي حاجه ما تنعرفش ليها، لانكم نتوما داكشي ديالكم بوحدكم وصافي. نتمنى اخويا اخر مره تجبدني، وكما قلت لك تلاقينا مجموعين خوت وصافي، تفارقنا خوت صافي، كل واحد يشد الكونتين ديال اللي تعرف ليه، وهادشي اللي كاين. وبيس. فين عماد بيشي؟ شك حيت الفيديوهات اللي جالس كتقول فيهم احنا غير كنمثلو، احنا غير هادي وحنا هادي، او دغيا حيتيهم وحيتي الفيديوهات اللي كنت كنديرو انا وياك واللي كدير معاكم نادا، طلع معاك الصاد نادا، كذبات كذبه خرجت على راسها وخرجت عليكم نتوما. ايوا خويا ما فيها باس، الاخر شي باعتذار وقول سمحوا لينا يا المغاربه، انا ونادا راه كذبنا على المغاربه وظلمنا الملولي وظلمنا نزار، ولا هادي ما نقدرش عليها.